الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة، عامر بن الجراح. هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة ومات وهو عنهم راض رضي الله عنهم وأرضاهم.